خذت ولدها، شرت له سيارة، تعاطى، داس فيها، دش تحت باص مات. الحين من اللي يذبحه؟ ولد جدا محترم، جدا حبوب، جاب لي اياه احد المحامين. قال لي احمد نبي نعالجه من الادمان. قعدت مع الولد ولا خامه ممتازه حق العلاج. ودافعيته عاليه، شوف احيانا المريض ترى يكون تمام، اهله مو تمام. دخل منزل منتصف الطريق للتأهيل، تأهيل ادمان. كلهم مجموعه من المدمنين يتحملوا مسؤوليه المكان، تنظيف، اكل، شرب، تأهيل، برامج علاجيه، علاج جماعي، علاج فردي، كله. كان امه تدق علي، كان تقول لي استاذ احمد عادي اطلب منك طلب بس يا ولدي مستحيه، هو وحيدها. انا متعوده لما يقعد ولدي من النوم انا اجيب له قلاص الماء لفراشه، ما يخالف تسوون له كذي؟ قلت لها لا حجيه ماكو كذي، ما ابي اقول لها ان هذا الاسلوب يخليه مدمن عشان لا اعورها. ما عجبها الكلام، دش علي الولد معاه ماركات، كياس ماركات، مع انه هو يعني انا لما اقول له لا تطلع لا تسوي يسمع الكلام لانه ما يبي يتعافى، بس لما تعطيه انت مغريات كأم اكيد بيروح الاسهل يونس. جايني معاه كياس ماركات يمكن بخمس 6000 دينار شاري ملابس، واللي عندي ناس يعني اللي مطرود من البيت يطالع من السجن اللي ماشي، ما يصير تقعد كذي بينهم انت. فقلت له شنو ما لك فلوس انت؟ انا مو قايل حق امك لا تعطيك فلوس؟ كان يقول اعطتني كرت البنك. قمت دقيت عليها قلت لها ما يصير انت تخربين الولد، ترى قاعد تخربينه ما قاعد تفيدينه. اوه انتم ما تعرفون، اعطوني ولدي. خذت ولدها، شرت له سياره سبورت اخر موديل بذاك الوقت، تعاطى، داس فيها، دش تحت باص مات. الحين من اللي ذبحه؟